أهلا طلاب الصف الرابع الابتدائي، النهاردة هنتعرف مع بعض على درس الخامس وهو دعم الأشخاص ذو الهمم. ومن أشهر ذو الهمم كان ستيفن هوكين، ده عالم فيزياء مشهور. جاله مرض اسمه تصلب العضلات الجانبي الدموري، للأسف الأطباء ما قدروش يعالجوه. كانت النتيجة للمرض ده اللي هو حصل له عجز كامل في الحركة وكمان في النطق. في الوقت ده قدروا يصنعوا ليه كرسي متحرك مزود بأجهزة حديثة ومتطورة، فكان لما يحب يتكلم كان بيبص على شاشة العرض قدامه فيلاقي عليها كلام مكتوب، يبدأ يختار الكلمات ويكون جملة عن طريق ان هو يضغط على أزرار في ايده، وبعد ما يختار الجملة بياخدها جهاز الكمبيوتر وبيوصلها لجهاز عندنا اسمه مركب الكلمات. مركب الكلمات ده كان بيحول الجملة اللي هو اختار كلامها لكلام منطوق الناس كانت بتقدر تسمعه وتفهمه كأنه هو اللي بيتكلم. مختلف ودي حاجة مش بإيدي إني أحلها، أنا نفسي بس هشوف وأحس في عيونكم أسرار تحلها. قالوا الجمال في الروح عشان هي اللي باقيه مهما هتعدي السنين،